حلو وتهنيجن ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ مرحبا بكم. إذن يا أطفال مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد، حصتكم المفضلة. أنتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تفرحوا معنا كما الأطفال اللي محاضرين معنا هنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت على موقع الإنترنت عمويزيد.com وتسجلوا بهذه الطريقة للحضور معنا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. شيء بسيط فقط، لما تسجلوا لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كلهم حابين يجوا يحضروا مع عمويزيد. عمويزيد تاني يحبهم وراو حب كامل يستضيفهم، إذن شوية صبر وراح عمو يزيد يستضيفكم. يا أطفال اليوم عندنا يوم مهم مهم جدا. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للطفولة؟ وقتاش عيد الطفولة؟ تعال تعال. واسمك وليدي؟ العمارة وائل. وين تسكن وائل؟ في الكاليتوس. في الكاليتوس. وقتاش عيد الطفولة؟ 1 جوان. أول جوان. أول جوان هو عيد الطفولة، ولكن كاين يوم مهم جدا هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. هو يوم مهم وين كامل دول وقعت في الأمم المتحدة على اتفاقية اللي يتكلموا فيها على احترام حقوق الطفل. تعرفوه وقتاش؟ هو يوم 20 نوفمبر. 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. شكون اللي يقدر يقول لي ما هي حقوق الطفل؟ ما هي حقوق الطفل؟ تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ اسمي مروة. وين تسكني مروة؟ في مفتاح من البريدة. ماذا؟ مفتاح. مفتاح ولاية البريدة يعني؟ نعم. برافو برافو. جيتي مع جمعية كف اليتيم؟ نعم. الله يبارك. إذا نرحبوا كامل بجمعية كف اليتيم مكتب مفتاح، لأنه جمعية كف اليتيم في الجزائر تقوم بدور جبار جبار كبير في الاعتناء بالأيتام، أما اليتيمة فلا تقهر يا أخي. إذن قولي لي حق من حقوق الطفل. حق من حقوق الطفل اللعب. اللعب، حق اللعب. برافو برافو. تعالي بنتي تعالي. واسمك؟ زينب سايح. زينب سايح. وش هو حق الطفل؟ أن يلعب وأن يلعب. اللعب قاعد تحبوا اللعب. تعالي. واسمك بنتي؟ جواد ويسام. ويسام وين تسكن ويسام؟ في مفتاح. في مفتاح ثاني. وش هو حق الدراسة؟ الدراسة، حق التعلم. برافو برافو بنتي. تعالي تعالي تعالي. محمدي نور الهدى. نور الهدى. وين تسكن نور الهدى؟ برج الكيفان. برج الكيفان. وش هو حق من حقوق الطفل؟ حفظ القرآن. حفظ القرآن، هذا واجب على من ضمننا، يعني حق من حقوق الطفل. تعال أروح. تعال. واسمك؟ العربي خالد. خالد. وين تسكن خالد؟ في مفتاح. في مفتاح. وش هو حق من حقوق الطفل؟ العلاج. العلاج. برافو برافو برافو. حقه في العلاج. تعال تعال. ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة، حقه في الرياضة. يا أطفال من بعد كاينة مفاجأة، مفاجأة دارها عمو يزيد بهذه المناسبة، على بالكم عمو يزيد يحب بزاف الأطفال يا أخي. ولكن قبل هذا الشيء راح نطرح عليكم لغز اليوم. تحبون الغاز؟ نعم. إذن شيء لا جسم فيه ولا دم وإذا تكلمت تكلم معك، من هو؟ نعود. شيء لا جسم فيه ولا دم إذا تكلمت تكلم معك. يا أخي معليش على بالي أنتم شاطرين بزاف، هكذاك باش أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا معنا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة.
الجوازو والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا إلى غاية نهاية الحصة في الجواب على اللغز. يا أخي اليوم بما أننا دائما في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لمؤتمر الصمام والذكرى 62 لاندلاع ثورة التحرير، كلفنا أيمن باش يديرنا بحث عن شخصية مرموقة في الكفاح هو أحمد فرانسيس. إذن رحبوا معي كامل بأيمن. أيمن تفضل. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جئت نحكي لكم على حياة أحمد فرانسيس. ولد أحمد فرانسيس بمدينة غليزان عام 1912، تابع تعليمه بفرنسا أين تحصل على دكتورة في الطب من جامعة باريس. عاد إلى الجزائر وباشر مهنته بمدينة سطيف عام 1942. باشر أحمد فرانسيس نضاله السياسي وهو طالب بكلية الطب الفرنسية رفقة نخبة من الشباب مهتمين ببحوث سياسية المتعلقة بقضية الجزائرية. في عام 1946 ساهم أحمد فرانسيس في تأسيس حزب احتلال ديمقراطي للتبيان الجزائري، عين مدوبا للحزب لدى مجلس الجزائري أين واصل نشاطه السياسي حتى اندلاع الثورة التحريرية. التحق أحمد فرانسيس بصفوف الثورة في عام 1956 بعد مؤتمر صومام، عين عضوا إضافيا في مجلس وطني للثورة الجزائرية. قام بعد بعدة جولات إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية خدمة لقضية الجزائرية، والتقى خلالها بعض الشخصيات السياسية. أصبح وزيرا للمالي مالية في تشكيلة الأولى والثانية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات العباس. شارك في مفاوضات إفيان، وبعد استقلال عين نائب بمجلس التأسيس الأول ووزيرا للمال في 27 سبتمبر 1962. توفي في 31 أغسطس 1968 في جنيف بعد معاناة طويلة مع المرض. شكرا 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 أيمن، شكرا شكرا شكرا. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفاء؟ يلا إذا نعيطوا كامل لعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم في ألعاب الخفاء، تفضل.
برافو 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 برافو. يا أطفال، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عمو يزيد دالكم أغنية، وهذه الأغنية هذه تتغنى بحقوق الطفل، ولكن ما حبيتش نغني الأغنية قبل ما نجيب أطفال يتكلمونا عن حقوقهم. إذن تفضلوا تفضلوا يا أطفال، تفضل. تصفيقة 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 تصفيقة. أنا اسمي عبد الرحمن، عمري 11 عاما، أبي لا يعمل، وأنا أبيع في الطرقات وأمسح السيارات لأحصل على النقود. أنا لا أذهب إلى المدرسة، أتمنى أن أدرس وأتعلم كغيري من الأطفال وأنفع أهلي وبلدي. أليس من حق الطفل أن يتعلم؟ شكرا شكرا شكرا. أنا اسمي سلاف وعمري 12 عاما، أنا أعاني من فشل الكلوي وعلاجي مكلف وأسرتي فقيرة، أتمنى أن أشفى من هذا المرض وأصبح طبيبة وأعالج كل الأطفال المصابين بهذا المرض. أليس من حق الأطفال أن يتمتعوا بالصحة؟ برافو برافو. شكرا 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 شكرا. أنا اسمي ياسمين وعمري 9 أعوام، أنا أشاهد برنامج الأطفال في التلفاز وأبكي كلما شاهدت الأطفال يلعبون الألعاب الشيقة ويمرحون في الغابات والشواطئ، وأنا محرومة من اللعب لأن قوات الاحتلال دمرت وطني. أليس من حق الأطفال أن يلعبوا؟ برافو 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 برافو. أنا اسمي نور الهدى وعمري 15 عام، اعتقلتني قوات الاحتلال وأنا في عمري 10 سنوات، قضيت 5 سنوات في السجن تحت التعذيب النفسي والجسدي. أليس من حق الأطفال أن يعيشوا بحرية وأمان؟ برافو 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 برافو. أنا رايح مع أصدقائي اللي راهم هنا، رايحين نغنوا لكم أغنية من حق الطفولة اللي يقول فيها عمو يزيد: من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. يلا تغنوا كامل معايا. من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. توفير
والأمان عند الأزمة وعند الحرب ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان برافو 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 شكرا شكرا يعطيكم الصحة تفضلوا 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 شكرا 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 عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن من حق الطفولة صحة علم حب وحنان يا أخي عندكم الواجبات الثانية يا أطفال كاين الحقوق وكاين الواجبات الواجبات هما طاعة الوالدين المثابرة في الدراسة احترام الغير يا أخي فوالا واش رأيكم دركا؟ تحبوا الحكايات؟ يلا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيقة يلا يا أطفال كما وعدتكم قبيله نحكي لكم حكاية الدجاجة والثعلب الماكر واحد النهار في الغابة كان الثعلب مع زوجته ما عندهمش باش يتعشاو ما عندهم ما استادوالو هذاك النهار لا هي ولا هو وقعدت تقول له لازم ناكلو لازم ناكلو لازم ناكلو قال لها واش نديرو واش ناكلو ما عندي ما استطوالو ما عندي ما ندير قالت له بصح عندنا جارتنا الدجاجة وكانت تروح تصطادها وتجيبها لنا ناكلوها قال لها بصح هذيك جارتنا قالت له معليش انا ما نحوش نفهم انا هذيك لازم لازم ناكلوها وانا جيعانين ما مجرتنا ناكلوها راح هو بالخدع نتاعو وتعلب ماكر وكامل شاف الدجاجه غير دارت هكذا خباها هكذا غطاها بواحد الكيس بشكاره هكذا وغلق عليها وراح قعد جايبها هكذا هي ثقيله هذيك الدجاجه ثقيله تعب لما تعب قال انا نرتاح شويه ومن بعد نكمل الطريق بعد هو كي يرتاح هكذا الدجاجه شافت روحها محطوطه في الارض هكذا بدات بالمخالب نتاعها بالاظافر نتاعها بدات تقطع في هذاك الكيس هذاك هو رقد هذاك الثعلب عطى لها الوقت قطع الكيس واش دير لما قطعت الكيس هذاك راحت جابت له حجره كبيره حجره كبيره قد الوزن نتاعها حطتها له في الكيس هذاك وهربت ولما فطن هو روح انا ناخذ هذه الدجاجه باش ناكلوها اليوم انا والزوجه نتاعي راح دا هذاك الكيس جاه ثقيل ولكن قال هذه دجاجه سمينه راح نشبعوا اليوم راح كي لحق عند الزوجه تاعو حط هذاك الكيس وقال لها يلا يلا سخني القدره سخني القدره مليح باش نرموا هذه الدجاجه لداخل ونتعشوا بها اليوم قعدت تسخن تسخن في هذيك القدره كي سخنت بزاف هكذا حكموا هذاك الكيس فتحوه ورموا الحجره لداخل كي رموا الحجره هذيك لداخل فاض عليهم الماء كامل طرشهم كامل الماء هذاك حرقهم كامل كامل تحرقوا بهذاك الماء هذاك اللي كان في القدره عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكايه لا يجب إيداء الاخرين الإيداء يرتدي الى صاحبه برافو 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 بوبي اذا يا اطفال لا يجب إيذاء الناس يا أخي شفتوا هذه كانت جارته وحب يأذيها احنا ما لازمش نأذيو أيا كان أي شخص يا أخي يا أطفال
ما نأذيوش الناس. يا أطفال لحقنا درك الركن اللي نحبوه بزاف، هو الركن اللي تجيو لعندي هنا تحكوا لي النكت ديالكم. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعالي 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 بنتي، اقعدي احكمي الميكرو. واسمك؟ ليديا. ليديا، وين تسكني ليديا؟ في عين نعجة. عين نعجة، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد المرأة كل يوم تنوض وليدها تقول له روح طبع مع باباك الطونوبيل، هو كل يوم راح يكون يطبع. ومن بعد ذاك هيا هرب من الدار، كي هرب من الدار راح تما لقى نتشورة قالت له يا وليدي عاود رجع للدار، واش راك باباك باتري. هرب من تطبع تاع الطونوبيل، برافو. تعال تعال اروح اروح، تعال اقعد اقعد وليدي. واسمك؟ محمد. وين تسكن محمد؟ نسيت داركم؟ وين تسكن؟ تخاف من القنينة؟ ما تخافش. وين تسكن؟ معليش احكي لنا النكتة تاعك. ماما ايتي فلوغ متواصل كيفيتال جتام ام فوكو فاسيولي مو الافوني. برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ تعالي 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 قادي. واسمك؟ خولة. وين تسكني خولة؟ برج الكيفان. برج الكيفان، احكي لنا النكتة تاعك. ماما ايتاني فلوغ موا جي سي بيان كما مامو مام دي تو سون كور. ماما ايتاني فلوغ موا جي سي بيان كما مامو مام. ماما ايتاني فلوغ ماما ايتاني فلوغ ماما ايتاني فلوغ فيل ماما. معليش كي تفكريها روحي. برافو معليش معليش. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال 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 اقعد. واسمك؟ نمارة وائل. وائل، قولي وائل واش هي النكتة تاعك؟ كان واحد يحس روحه كبش. راح عند طبيب نفساني قال له بلي راني نحس روحي كبش. قال له من وقتها وانت بهذا المرض؟ قال له ملي كنت خروف. برافو 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 برافو. يا أطفال الحقنا درك للجواب عن اللغز. اللغز قال شيء لا جسم فيه ولا دم وإذا تكلمت تكلم معك، من هو؟ ثم ثاني أصدقائنا إن شاء الله تكونوا صبتوا الجواب. تعالي بنتي تعالي تعالي. واسمك؟ سيح زينب. زينب وين تسكني؟ في فوكا ولاية تيبازا. الله يبارك. واش هو الجواب؟ الهاتف. الهاتف؟ لا لا ماشي الهاتف ماشي الهاتف. واش هو الجواب؟ اي الدار. الدار؟ لا طوموبيل. طوموبيل؟ لا لا ماشي طوموبيل. تعالي واسمك؟ نور الهدى. وين تسكني؟ في فرع مفتاح. في مفتاح. واش هو الجواب؟ الخيال. ماشي الخيال. تعالي 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 واسمك؟ جوادي وسام. وسام، واش هو الجواب؟ ببغاء. لا 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 لا، عندك الجواب. واش هو؟ انسان. الانسان؟ لا لا ماشي الانسان ماشي الانسان. تعالى تعالى، واش هو الجواب؟ وين؟ الصدى. الصدى، فوالا. اروح اروح، تعالى تعالى تعالى، ابقى معي ابقى معي. اذا لا جسم فيه ولا دم، إذا تكلمت تكلم معك، هو الصدى لكو. إذن أعطيني الهدية تاع وائل. فوالا وائل عمو يزيد يهدي لك هدية. حنا كاع الشاطرين في البرنامج نهدوهم هدية، هي قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك سيدي سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية يفيدك إن شاء الله في حياتك. تفضل وائل. شكرا. العفو العفو ليدي العفو العفو. إذن الحقنا دركا الركن عيد الميلاد. عيد الميلاد اللي ما عندنا عيد ميلاد أصل إسلام وآدم. إذن هما راح يلتحقوا بيا نغنوا لهم كامل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالهم. يلا
ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا شمه يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن أربعة ثلاثة زوج واحد، يلا طفيونا الشمعة طفيونا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد دائما يهديكم في ظرف جميل هكذا، شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى. يا أخي هذه شهادة إسلام، تفضل إسلام، هاك اسلام فوالا، وهذه شهاده تاع ادم. وانتوما دركا كي تجوا خارجين كامل تسيبوا الشهادات كاع ينتظروا فيكم باش تاخذوهم معكم كذكرى. يا اخي برافو. وانا ما بقى لي الا نقول لكم على هذه الانغام، استنونا في الاسبوع المقبل على نفس التوقيت في نفس القناه. نحبوكم يا اطفال، باي باي. لا تحزنوا وحن الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.